الغنى غنى النفس لا غنى المال. مثل لا ينطبق على بعض ساكنة طنجة من علية القوم أو المحسوبين على مليارديرات طنجة، أغنياء بالجملة. على الرغم من أن العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء تصدرت المكانة الأولى على المحسوبين على أغنياء المغرب، تلتها المدينة الحمراء السياحية مراكش، إلى أن عروس الشمال بدورها تبوأت مكانة مهمة بالنسبة لهذه الفئة. تقرير صادر عن شركة الاستشارات العالمية كشف أن مدينة طنجة من بين أكثر المدن الإفريقية المحتضنة للأغنياء الذين تفوق ثروتهم المليون دولار أمريكي، حيث يستقر بها 1000 مليونير من بينهم 6 أثرياء تفوق ثروتهم 100 مليون دولار، بينما يعيش فيها ملياردير واحد تفوق ثروته المليار دولار أمريكي في سابقة هي الأولى من نوعها لتسجل المدينة الشمالية ارتفاعاً في نسبة الثروة قدر بـ 42% لتشغل المركز 17 إفريقياً. هل تعرفون أي ملياردير صنف ضمن هذه القائمة؟ شاركونا.